ليس المهم أن يكون المقاوم والمجاهد الفلسطيني البطل شيعياً أم سنياً، بل ليس المهم أن يكون مسلماً لكي نسانده وندعمه، فالجهاد ضد العدو الصهيوني عزة وشرف، كما أنني لا أستغرب موقف الغرب الظالم من دعم العدو الصهيوني، فإن كبيرة الشر أمريكا وذيولها كفرنسا قامعة الثوار وألمانيا الذين يدعون للفاحشة قد عودونا على الظلم والاستكبار وانتهاك الحرمات وتحدي السماء. واليوم نحن ننتظر سقوط الكيان الأمريكي أيضا الاستعماري الغاشم الذي يرأسه العجوز الخرف بايدن.